خاطب معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الأربعون، مؤكدا على إصلاحات تنموية في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق نحو تنمية مستدامة على أرض المملكة. تشهد المملكة العربية السعودية تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يحفظهم الله، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتكون منهجا يحدد السياسات العامة ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاث محاور هي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وتمثل هذه الرؤية الخلاف الخلاقة خارطة طريق نحو تنمية مستدامة تنعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة. كما أمن معالي الوزير على استمرارية المملكة في مكافحة الإرهاب فكرا وسلوكا، معتمدة في ذلك على موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيرا إلى احترام المملكة لجميع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والحرص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية. تؤكد المملكة استمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا، والتي تعتمد على موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن ذلك الالتزام من قبل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب وضمن بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع. كما أكد معالي الوزير موقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعد سبب الرئيسي للنزاع في اليمن، مستنكرا الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي لا تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. انطلقت أعمال مجلس حقوق الإنسان التي تحمل في أجندتها الكثير من الملفات الساخنة التي تتعلق بالشرق الأوسط. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.